يصعب علي يا ما تدفع حزيك عر من نكلوه. عارفين اللي مش هيدفع القساوي يا بلد فراخ راح عن تفريشه بيدي. طب مش دافع. تعالوا الواد يا صغيري انجر وادفع القساوي ونتفرج على العفريت. لا معيش اتفرج على العفريت. والله وطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنش كيس. لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا صميضه كفايه فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويه وهتتسمي بهايمه. ايه. وهتتحرق ارضه. ايوه. وهيتحرق شنبه. ايه. ويبقى كيف النسوين. سامع يا صميده؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي توا من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايه وسع يا ويل مندور به وصال. حلو يا دي ابراهيم الولعه خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليطه ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي تاوى زادت الطاقطاقين هاجوا ماجوا. هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا. طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا ماجوا ده الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيش او تموتهم. انا ما بكرهش الا اللي زيك الغلابه اللي يقولوا احنا غلابه دول. انا مالي ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في ارضي وارض ابويا وجدي، ومش كده وبس عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا صميت. لا انت بتبرق لي يا سميده. ايوه يا سميده بيبرق لي. طب يا سميده انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. ايه يا سميده انبسط؟ قول لناسك واهلك شفت ايه جوا يا سميده. ما قدرش ما قدرش. يا تقول شفت ايه جوه؟ ما قدرش. حب على يدك ما تدورني. ما قدرش. حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميضه وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه ادخل سميضه. حرام. كفايه. حرام. كفايه. فيكم مش هيدفع القتاوة. لسه باقي 200 غور ياد وربنا لغور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع القتاوة؟ انا مش هدفع القتاوة. يا ساتر يا رب ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغوله والعفاريت. ده انت هتشوف الغوله وام الغوله كمان وببلاش. احنا عنينا رجاله الجبل واللي جايين من الجبل. تعال يا حلو تعال هتشوف الغوله. اوقف هنا. اوقف هنا؟ اوقف هنا انا فرجيك الغوله. لا انا اشوف. اوقف عايز تشوف الغوله؟ ها انا برجيك الغوله. ورهاني اهدي. حلوه الغوله. اهدي خلاص يا خدور بيه حاج علي. لا استنى لسه فيها حته. انا امي عايزه اهدي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع القتاوه. انت مش تدفع حاجه خالص. خلاص اخر حاجه هتدفعها. يا نهار اسود يا نهار اسود. كفايه انا من رجالتك يا خدور بيه. استحملني فاضل اربعه نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفايه كفايه الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاج. كبرت وحلوت
نجيبها لك. ملكوش صالح، شوف الوليه كاتعه فين، خليها تجيبها على المضيفه، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج يا راحت فيه. والله ونولت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطره. اول مره قتلت فيها كان عندي 12 سنه، واول مره اغتصبت فيها كان عندي 12 سنه، واول يوم حركت في غطان للغلابه كان عندي 12 سنه. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر العوافي يا مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني أولي يا رغاية، أنت جاية جاهزة أحمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها، وقف يا بيت، وقفي. إيه قولي لي يا ولية، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه، كله هيبان. ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان. لعبي حواجبك يا بيت. بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها ديت بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف احنا برضه ما نغازل بعض، انت خبره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجوره دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروضة من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمة قلتها لي، عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادوا الولية دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم، طلبت مني صبية حلوة، جبت لك وردة مفتحة ولابسة احمر زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه من 50 قرش؟ مفيش حاجة يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوه عشان الغولة بتحب اللسان. حرام عليك يا مندور بيه. قطعوا دراعاتها. ده الظالم قال. تعالي يا بت، تعالي يا بت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي، عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده، تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ها ايوه ايوه، ودخلتي وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعديلك الغلطه دي. بوسي. كفايه كفايه كفايه، إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه كفايه، خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد دهون، والشر اللي انا بسه فيه، كل دي كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، أحب الدلع أنا وأحب الحريم. إيه بنت الحلاوة دي؟ ما شاء الله، إيه دي؟ ودي كبيرة حبتين. ده حلق يا مندور بيه. أيوه 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 أيوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت، كبسي ظهري يا بت. كبسي، يخرب بيتك، مالي يدك تقيلة ليه؟
مش يد ست ديد يد راجل مالك من يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بنت يا صبري؟ مالك يا بنت في ايه؟ في ايه يا بنت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس مين لابس مين؟ انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هاني دلوقتي يعني انت مين ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الوليه دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع برا وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبرين. وخذ راحتكم الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزت حاجه اوقف وقول يا دي مندور تجيني خدام تحت رجليك. بس بص يدك فكاد يا عم صاروخ. سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده يعني بخاف؟ يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه بس انا بخاف. اعمل ايه يا عم صاروخ؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي صاروخ. تعال هنا. حياتي النميمة انا جاي صاروخ. تعال هنا. انت زفتها يا سوي. أوامرك كمندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو 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 الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي. طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروت. يلا خد على الزريبه يا ما فينا تسيبها لوحدي. امشي امشي. خد هترتاح يا عم ثروت في الزريبه كل زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا خدها انت خدها انت. امشي امشي. روح يا عم ثروت. روح روح. اسود ده الا للسودة دي الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلام قولا من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقيتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف بس الحماية الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروخ. واهم حاجة ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده. نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامة انت. بالسلامة. استبيني. استبيني. الحمد لله الحمد لله. سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة كله خايف وما فيش حديث في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه مندور ابو الذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمرة غلط. اهلا وسهلا بالرجالة. خير داخلين مبرقين كده يعني مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجة. قول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطية. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. فيه إراد كل مادة في الناس. إراد ايه؟ واحنا لسه جمعنا المحصول. انت فين والقصف فيه؟ إراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ اما الطوابير اللي انا شايفها ليل ونهار دي بيلعبوا المراجيح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو اديك قلت بعظمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوه. وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك. انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك؟ ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا هاد؟ اتعادل وقول لي مين اللي بيقول لي يا ولد النصابين؟ الإراد. الإراد بتتكلم؟ يا صدقوا
عطية بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه؟ ما تظنش فينا السوق. امال اظن ايه بقى؟ انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين انا مش فاهمين؟ سامحنا يا مندور بيه. قول لي الحقيقه، الناس عايزه ايه؟ يا مندور بيه، ايه الناس ما مجتش تخاف من العفاريه، عايزين يشوفوا الغوله نتنب فيها. ايه هاد الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغوله نتنب فيها. نتنب فيها، هاتلهم غوله. غوله ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايه صحيح، ده احنا ما عندناش غوله ذات نفسيه. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكره، احنا عايزين غوله غوله صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي افرد يديكي وعلى البيت. يلا خف مني واخرج على طول. السلامة، هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاه الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو، لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا منظور بيه. لا ونزيه، واللي في يدك مش ليه، واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجمله؟ يعني ايه اللي ليه؟ هو اي كلام، هو اي كلام. شوفوا الزفت اللي بتجهزوها، بقالكم يومين. يا عيسوي اهو، عيسوي جاء. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا منظور بيه، وبقيت مية مية. صابرين صابرين عابت، قوم يا عقل انت. اقعد يا بت، اقعد. تذكر جاهزه؟ جاهزه. مش عايز دلع في الملاهي؟ ها ايه؟ ايه بتزن في وشي ليه؟ لا دي مش صابرين، مش صابرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم، حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا رخان. لا عطيه. لا تعال خايف. عطيه. لا منظور بيه، منظور بيه. العلم النهف في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص ما جرب بتزوم ازاي، شكلي تشليت. ايه يا منظور بيه؟ تشليت. العصاية وقعت. ما توقع العصاية، بقول لك تشليت، بقول لي عصاية. انا خايف يا ناس، روحوني. ما انت في بيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخله تاني. وانت براحتك، برطع براحتك فيه. يعني انتم مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني؟ حمل يا ولد. شلوني؟ حمل. شلوني؟ شلوني؟ ابني يا ولد، ابني يا ولد. اللي مش هيدفع.
يا ولد الفرطوس دي الجرجاش يا الجراجيش بسهوليه.